فيما تأخرت يا شيبان. كانوا يحكون حكاية البراق، ولكنني أعرف أنك أحسن من يحكيها. احكيها لنا يا خال. هيا بنا نلهو الآن، سأحكيها لكم في الطريق إلى الحانة. هيا. اعذرني يا خال، لا أريد أن أفوت جلسة فيها خالي وائل وعمي جساس، كما أنني لا أحب الحانات. اذهب إليهما، سيجعلانك تشيخ قبل أوانك. أنا فعلا غير مهتم بالخسارة، ولكن يجب علينا أن نعرف كيف نمنع تكرار هذا. لا شك أن خطأ قد حدث، أنا كنت في مقدمة القافلة وحين التففنا مع الجبل أغار على المؤخرة. المشكلة أن أخاك وائل يعول على قوة الحماية، وأبو نوير التغلبي لا وقت لديه لعمل كهذا. يبدو لي أننا كلنا لا نصلح لعمل مثل حماية القوافل. لا نصلح؟ لماذا؟ أليست لدينا القوة والشجاعة؟ لدينا هذا كله، ونتقن استخدامه حين يتعلق الأمر بأموالنا وبأراضنا. أما حماية قوافل الآخرين فتحتاج إلى من لديهم الإحساس بالرغبة في خدمة الآخر، سواء بأجر أو من غير أجر، وهذا الإحساس غير متوفر لدينا. نويرة، تعلمت السكر يا صاحبي؟ اتركني يا سالم، اتركني، أنا لا أطيق نفسي. هذه هي الحالة المثلى للشرب. اشرب يا أبا نويرة، اشرب لكي تطيق نفسك أو تنساها. أليس من المفروض أن يكون مع قافلة سعدل؟ لا تشغل نفسك بهذه الترهات يا شيبان. وغضب البراق فارتحل مع أهله عن بني قومه ربيئة، ونزلوا على بني حنيفة في البحرين. وخلال غيابه قامت الحرب التي سمع الكبار منكم بها، أقصد الحرب بين بني ربيعة من جهة وقبائل طيء وقضاعة من جهة أخرى. أنت تذكرها يا وائل؟ نعم أنا أذكرها. ذهبت إلى البراق وقلت له: لقد طمى الخطب ولا قرار لنا عليه، إليك أتينا مستجيرين للنصر، فشمر وبادر للقتال أبا نصر. ولماذا لا نسمع الأبيات غناء؟ وما الناس إلا تابعين لواحد إذا كان في والفخر فنادي تجبك الصيد من آل وائل، وليس لكم يا آل وائل من عذري. فرد علي بأبيات لا أحفظها.
أنا أحفظها، اسمعوا ماذا قال. وهل أنا إلا واحد من ربيعة أعز إذا عزوا وفخرهم فخري، سأمنحكم مني الذي تعرفونه، أشمر عن ساقي وأعلو على وأدعو بني عمي جميعا وإخوتي إلى موطن الهيجاء أو وردكم خائبين؟ أجل، كان متألما جدا مما فعله عمه به. معه حق، ليس من حق عمه أن يخلف وعده حتى لو كان استجابة لطلب ملك. الوعد أكثر أهمية وقدسية. وحاول بنو طيء أن يستميلوه إليهم فوعدوه بما يشاء إن هو قاتل معهم، لكن الحمية أدركته فقال: لعمري لست أترك آل قومي وأرحل عن فنائي أو أسير بهم ذلي إذا ما كنت فيهم على رغم العدا وشرف خطير. أأنزل بينهم إن كان يسر وأرحل إن ألم بهم عسير، فكف الكف عن قومي وذرهم فسوف يرى فعالهم الضرير. وسمعت أنه أمر قومه بالركوب وركب فرسه شبوب وكسر قناته وأعطى كل واحد من إخوته كعبا منها، وقال لهم: حثوا أفراسكم وقلدوا نجائبكم قلائد الجزع في الاستنصار لقومكم. فاستحث بني ربيعة فقاموا وقلدوه زعامة قومه وساروا إلى الحرب، وتواردت قبائل ربيعة من كل صوب ثم ساروا، وفي أوائلهم نوير بن ربيعة وأخوه المهلهل والحارث بن عباد البكري، وفي آخرهم البراق ووائل بن ربيعة. وقال: أقول لنفسي مرة بعد مرة وسمر القنا في الحي لا شك تلمع، أيا نفس رفقا في الوغى ومسرة فما كأسها إلا من السم ينقع، إذا لم أقد خيلا إلى كل ضيغم فآكل من لحم العداة وأشبع. ثم تجرد لمبارزة البراق نصيل الطائي وكان من أشد الناس بأسا، فلم ينل مبتغاه منه، فقال البراق: Thank you.
بعيدة على المغاري. أيوة النادل. ومن مآثره في هذه الحرب فك أسر بني قومه ورد الضعائن والسبايا وبينهن ليلى. ولكن الملك اليمني طالب بليلى لابنه، فأصر أبوها على الوفاء بوعده وقبل بتزويجه منها وسيرها إليه. وهنا يأتي دور ملك فارس الذي ما أن سمع بالقصة حتى طالب بليلى لنفسه، فأرسل فرسانا سبوها في الطريق وحملوها إلى فارس مرغمة. ولكن ليلى رفضت الزواج من الملك الفارسي وتعففت، ومن هنا كان اسمها ليلى العفيفة. فتعرضت لشتى ألوان العذاب والإهانات وكانت شاعرة كبيرة، فقالت: ليت ما أن سمع البراق بذلك حتى سار على إنقاذها بالحرب والحيلة وخلصها. ثم قبل أبوها بتزويجه منها وصار سيدا على ربيعة. ربيعة؟ هذا نحن؟ طبعا نحن. وربيعة هذا لم يمت إلا منذ سنوات، أي إنكم كنتم أطفالا. وإلى متى ستبقون عند حكايات القدماء؟ ألم تعجبك حكاياتنا؟ أنا لا أحب الحكايات. ماذا تحب إذن؟ أحب أمورا ثلاثة، لولاها ما حفلت بحياتي ذهبت أم آبت. هذا الكأس للهوى، وهذا السيف لحربي، وهذه البهنكة لتقصير ليلي. ولكن أنت أهل لهذا الذي ذكرته كله؟ جربني. ليس الآن، سأجربك ذات يوم. من هم قومك؟ القيسيون. نعم القوم. ومع ذلك لن أنسى سؤالك لي. إذا تصادفنا يوما ستعرف من هو طرف القيسي، وتعرف أنه أهل لأكثر مما قال وسمعت. ولكن أين ألقاك إذا أردت لقاءك؟ إن رأيت مبارزة أو سباقا فأنا المجلي، وأن جئت الحانات تجدني، وأن قصدتني ضيفا وجدت قرا وقينة وبيت حسب ونسب. ليس هناك ما يشجع على لقائك أكثر من هذا. أترككم إلى لهوكم، فإن رفقة آخرين ينتظروني. لا يعجبني من يبالغ بالفخار إلى هذه الدرجة. أما أنا فقد أعجبني الفتى، وستكون لي لقاءات أخرى معه.
والآن يا ابن أختي وقد تعلمت السكر والغزل من خالك، بقي أن ترني فروسيتك. لا تظن أنه يكفيك أن تسكر وتطرب، يجب أن تظل فارسا لكي تستطيع على الأقل حماية النساء اللواتي يلذن بك. هيا. الليل في القلب لا في عتمة الأفق، والهم بالمجد أمواج من الأرق. مهما تعددت الأسباب وانشعبت، فالكبر في النفس دلال على أنا فعلاً لا أرى مبرراً لدعوة وائل لنا. يا بني، وائل هذا رأسه رأس ملوك، يريد أن يكون ملكاً حتى دون ملك، وأظن أنه لم يكن مرتاحاً لأن العشاء كان عندنا أصلاً. وعلى الرغم من الضائقة التي نشكو منها كلنا، وعلى الرغم من أن ضيافتنا كانت من الصيد، إلا أنه يعتبرها ديناً، يريدنا أن نجتمع في بيته مثل ما اجتمعنا في بيتنا. هو يحلم إذن أن يكون ملكا علينا. وائل يستحق أن يكون ملكا، لا تنسوا أنه سيكون صهرنا. أفهمنا، هل أنت معجب به أم بأخيه؟ المهلهل أمر آخر، أنا معجب بوائل فعلا. وأنا مثلك يا أبي. أتريدون مني شيئا؟ إلى أين؟ هل ستلحق بالمهلهل إلى حيث ذهب يتبذل؟ لا، أنا سأذهب إلى بيتي لأرى أولادي. أرسل لي جساساً إذا رأيته في الخارج. وماذا تعني أنه مع سالم؟ هذا زير نساء، هل تريدين أن يصبح أي من أولادك زير نساء؟ همام، الآن تقول هذا الكلام؟ أنت من جعله يتعلق بخاله، أنت الذي لا حديث لك إلا عن سالم. يبدو أن أبي غاضب لأنه ليس معهما. طبعا كان يجب أن أكون معهما، كنت أطمئن عليهما أكثر. ها قد وصل، هل ارتحت الآن؟ كيف حال العجائز؟ هل لك أن تفهمني لماذا جئت إلى مضاربنا هذه الليلة؟ لأراكم. أليس لكي تسهر مع بقية الفرسان؟ هل هذه سهرة فرسان؟ بذمتك يا همام قل لي، ألا تشعر بالملل والضجر وأنت بين هؤلاء الذين لا يملون الجلوس والأحاديث الرصينة؟ وأنت؟ أما أنا لك أن تعقل؟ أعقل؟ ولماذا العقل؟ العقل للجمال يا صاحبي. هذه آخر مرة يرافقه فيها أي منكما. قلها لنفسك، متى ستقلع أنت عن مرافقته؟ أنا مثلهما؟ وما الفارق؟ أنا أقول لك ما الفارق يا ضباع. الفارق أن زوجك قد بدأ يحس بالشيخوخة، بينما أولادك بدأوا يحسون أنهم قد صاروا شبابا. وأنت أما زلت شابا؟ كما ترى. اذهب إذن لتسمع ما يرضيك ممن هو أكبر منك. ممن؟ من وائل. لقد كان غاضبا جدا. ولماذا يغضب؟ لأنك لا تعرف قيمة نفسك. أبلغ غضبك هذا الحد؟ وتريدني ألا أغضب؟ أفهمني يا وائل ماذا جرى؟ أفهمني أنت أين ذهبت؟ كالعادة، ألا تعرف أين أذهب؟ ذهبت لشرب الخمر والمجون بين الجواري والمغنيات. تماما، هذا ما حدث تماما. ألا تخجل من نفسك؟ وائل، أما كبرنا على النصائح يا أخي؟ أنا هكذا. أنا أعرف أنك طوال عمرك هكذا. فيما غضبك واستهجانك إذن؟
لأننا نريد أن نحس ولو للحظة أنك واحد منا. وهل لديكم شك في ذلك؟ نريد ألا يشك الآخرون في ذلك. وبماذا يعنيني الآخرون؟ ألا يعنيك أن يحترم الآخرون أخوتك وأهلك؟ وهل هناك من نال من أحد منكم بكلمة؟ هذا ما كان ينقصنا، أن ينال منا الآخرون وأن يرد عنا الإهانة السالم الزيف. يبدو أنني أنا الذي أشرب وأنت الذي تفقد أعصابك. سالم، لا تدر لي ظهرك وأنا أكلمك. لما هذا الصراخ؟ ماذا جرى؟ لماذا لم تناموا حتى الآن؟ يبدو أن أخاك يريد أن يربيني بعد هذا العمر. أصواتكما تملأ الحي كله، ما الأمر؟ أنا لم أفهم فعلا ما هو الأمر الذي جعل وائل يغضب هذا الغضب كله. فليشرح أحدكما لسالم لماذا أنا غاضب. كان يريدك أن تكون معه في مضافة مرة. ولماذا يجب أن أكون معه؟ لا أنا بالعشق لابنتهم ولا بالمستمتع بالأحاديث الناعسة بعد ملء البطون. مثلما يتفاخر مرة بوجود أبنائه وأحفاده من حوله، يتمنى وائل أن نكون بجانبه لكي يتفاخر بنا. هذه هي المسألة. وإلاهما أضيق عقولكم. الناس يتفاخرون بالنزال، بالشجاعة، بالكرم، لا باستعراض أفراد العائلة. اذهبا إلى النوم، لعل النوم يساعدكم على أن تكبر عقولكم قليلا. أنا أحبها طبعا، ولكن لا يليق بي بعد هذا العمر أن أتصرف كالأولاد الصغار. قل لي، ألست محقا في عدم التعرض للجليلة والسعي للاختلاء بها؟ هذا لا يليق برجل في مثل عمري ومكانتي، أليس كذلك؟ أنا كبير قومي الآن وأنت تعرف ذلك. ليس هناك من يخرج عن رأيي، وكلمتي هي التي لا تناقش. أعني أنني أستطيع أن أطلبها اليوم قبل الغد، ولكن يا صاحبي ليس من المعقول ونحن في هذه الضائقة. أخ، لو أن من حولي يفهمونني كما تفهمني أنت. نؤمن تجارة الجزيرة كلها ونبني جيشا، نعم جيشا، وتكون لنا قيمتنا واحترامنا عند الملوك الكنديين والحميريين. حين يتزوجها أسكت. هو طلبها مني وأنا وعدته بها، ما الذي تريده غير ذلك؟ ما الذي ينتظره هو بعد ذلك؟ ما الذي أغاضك إلى هذا الحد؟ أغاضني أنني لا أريد أن يرتبط به اسمك أمام الناس كلهم، وأنت ما زلت في بيت أهلك. أنت شرفنا. وأنا شرف نفسي أيضا. ما معنى هذا الهراء؟ معناه أن كرامتي تعنيني بمقدار ما تعنيكم. أنا أريدكم أن تفخروا بي، فأنا لا أفعل ما يخجلكم. وائل يريدني، ومنذ أن خطر له ذلك جاء وكلمكم. أتعرفون لماذا؟ لأنه يعرف أنني أشرف إخوتي ولا أعيبهم. يبدو أنك تنسى يا عمرو أننا نتحدث عن وائل بن ربيعة وليس عن أخيه الزير الماجن. أبي، أعرف أنني أتحدث عن وائل، ولكنني لا أريد أن أحس في أي لحظة أن هناك من يستطيع أن ينال مني في هذه الدنيا. أي جنون هذا الذي تتفوه به يا جساس؟ أنا لا أستطيع احتمال تعريض أخي بي أكثر من ذلك. أنا لا أعرض بك يا أختاه. أنا أعرفك وأعرف إباءك وعفتك، ولكن ماذا ستقول العرب عنا وعنك لو طرأ طارئ يمنعه من الزواج منك؟ ما الذي يرضيك يا بني؟ الإسراع في الزواج أو التوقف عن الزيارات. ما رأيك بحديث وائل عن البراق؟ ولماذا لا يفعل وائل وإخوته كما فعل البراق؟ أنا أعرف أن وائلا قد خطب الجليلة، أهناك من سيأخذ خطيبة وائل منه؟ خسئت يا كلب، للجليلة من يحميها. ولكن أريد أن أسأل، لماذا لم يحاول التغليبيون حماية أختهم الزهراء؟ ألم يأخذها لبيد عنوة؟ لما كن أعرف أنهم زوجوها له عنوة. أتعرف متى يكون الزواج عنوة؟ حين لا تستطيع أن ترفضه. هذا ما حدث مع التغليبيين، لم يستطيعوا الرفض فأخذ لبيد الزهراء كما تؤخذ السبايا.
إنه يتعمد إهانتهم، فأرسل الزهراء لزيارة أهلها، ثم أرسل جندا لاستعادتها. أتعرف ما يمكن أن أفعله لو تعرضت لأمر كهذا؟ لست وحدك من لا يقبل بهذا. على ما هذا التفاخر من وائل؟ اسمع يا جحدور، ستقول هذا الكلام أمام وائل، ستقول له إن جساسا لن يرضى أن يزوج أخته لشخص مثلي لبيد، حتى ولو كانت وراءه جيوش الأرض كلها. ولو أرسل زوج أختي جيوش الأرض كلها لن يستطيع أن يأخذها من عندي إلا بإذني، وهي زوجته. فهمت؟ ستجد وسيلة تقول هذا الكلام أمام وائل. هند، يا هند. من سالم؟ ومن سيكون غير سالم؟ ظننتك عند بنت بعش. ولماذا أكون عند بنت بعش؟ لأنها ولدت لك اليوم بنتا. بنت تلد بنتا؟ هذا وحده كاف لئلا أذهب إليها. سميناها ليلى، ألا يسرك أن تكون أبا ليلى؟ اسمعي يا امرأة، هذه الليلة لا أريدها، أرسلي من يعدها أو يقتلها. حسن حسن، نم الآن. بل ترسلين من يقتلها الآن. لا أريد أن تكون هذه الطفلة بيننا في الصباح. تحركي. حاضر حاضر، كما تشاء. أنا أقتل البنت وفي حضن أمها ويوم ولادتها، لماذا؟ وطفاء وطفاء، اسمعي يا وطفاء، تذهبين الآن إلى بنت بعش، قولي لها أن تخفي ابنتها. هند، يا هند، ماذا بك؟ أين ابنتي؟ أية ابنة؟ تلك التي ولدتها بنت بعش. قتلتها كما طلبت. كلا وإلهي ربيعة، صدقيني القول. أرسلت من يخفيها عنك. ما أشد مكر النساء. ماذا لدينا غير هذا المكر وأنتم تلاحقوننا بالوقت؟ كم من الأمور تخفين عني إذن؟ نخبئ لك ما فيه منفعتك ولا نخفي عنك شيئا. المهم هذه البنت ليلى، هل سميناها ليلى؟ أحسني غذاءها. ما الذي غير رأيك بشأنها؟ أتاني هاتف في نومي، تنبأ أن يأتي منها أولاد ذو شأن. أنك تنتظرني. أنتظرك أنا وغيري. ما الأمر؟ رجل مضري ينتظرك، إنه الأحوص بن جعفر المضري، وهو مصر ألا يذهب قبل أن يراك. ماذا يريد؟ أهلا بالأحوص بن جعفر المضري. نحن أبناء عمومة يا وائل، ونحن عند دمنا وقرابتنا. ألم يقم إخوتي بواجبهم نحوك؟ وبأكثر مما أريد.
حتى أنهم عرضوا أن يعرفوا طلبي ليلبوه قبل مجيئك، فلم أقبل. وما هو طلبك؟ أنت تعرف القحط الذي نحن فيه. لا تكمل، تذهب مع سلمة وتأخذ من قطعاننا ما تشاء. بوريكت يا ابن الأجاويد، ما جئت أطلب هذا، بل جئت أعرف ما الذي تنونه في شأن الجزية التي يجب أن ندفعها للبيد. هي لسليمة بن الحارث ملك كندا يا ابن العم. أعرف أن هذا يقلقكم مثل ما يقلقنا، لكننا نأمل أن النسب الذي بينكم وبين لبيد سيجعله يقدر الظروف، فهل لكم أن تحدثوه بشأننا؟ ماذا قلت يا ابن العم؟ لا يكون إلا الخير يا ابن العم، سأبذل جهدي. قل لي كيف تدبرتم أمر جزيتكم؟ أعرف أن القحط قد طالكم كما طالنا. سنتدبر أمرنا وأمركم، أأمل خيرا. هذا ما نرجوه ونعول عليه، ولهذا قصدتك. يا هذا، لقد أنهكني النعاس والتعب، ألا نستريح قليلاً؟ الأوامر التي معي يا سيدتي ألا أتوقف حتى القصر. الأوامر لا بأس، تريد أن تذل، سنرى يا أيها اللبيد البليد، سنرى. اسودت الدنيا في عيني وائل، ورأى أن كل متاع الدنيا عرض زائل. امتلأ قلبه بالهموم، وصارت تسري في دمه كالسموم. وهذه من الهموم التي تصيب كبير القوم عند كل حادثة وفي كل يوم. وائل، أحقاً كان عندك الأحوص بن جعفر المضري؟ نعم كان هنا وذهب، أتريد منه شيئاً؟ كنت أريد أن أسأله عن المراعي في مناطقهم. لا تسأل، كل شيء عندهم سيء، حتى إنه كان هنا من أجل الجزية المفروضة عليه، لا يستطيع دفعها هذا العام. وماذا ستفعل؟ لا أعرف، ولكننا سنتضامن معهم بالتأكيد. أولا يغضب لبيد لتعاضدك مع المضريين؟ نحن والمضريون أهل، ولبيد ليس إلا صهراً عينه الملك عاملاً، لكنه يظل بالنسبة إلينا لبيداً الذي صاهرنا ليتقرب منه. وغداً إذا غضب منه الملك الكندي وأبعده عن عمالته، ظل صهرنا وظللنا ملجأ. بما أنك تزور الملك الحميري وهو يستقبلك بما يليق به، ربما كنت تستطيع أن تحدثه بشأنه أو بشأننا جميعا. وما شأن الحميري بالكندي؟ كلهم ملوك، يطيب كل منهم خاطر الآخر. ولكنهم لا يطيبون خواطرنا نحن. هؤلاء الملوك يا عم يحسون بسطوتهم الحقيقية عليك حين يحسون بأنك تحتاج إليه، وأنا لا أحب أن يحس أحد بأنه ملك علي. لقد ابتعدنا، دعينا نرجع، ليس من الضروري أن نصل حتى موريد الماء. الجو جميل والهواء عليل، دعينا نستمتع به. جليلة، أما سمعت أباك؟ سيكون عندنا ضيوف. نتمشى إلى أن يعود الخدم بالماء. أنت يا أم شيبان مثل أخيك وائل، هل ترين الحياة خططا ومشاريع فقط؟ في العمر مجال للهو والتسلية والأحلام. هذا يعني أنك أخطأت الاختيار، كان عليك أن تهوي واحدا مثل سالم. وائل لا يتلائم مع أحلامك هذه باللهو. سالم، وهل أنت جادة؟ وهل هناك امرأة يمكن أن ترضى بالارتباط برجل مثله؟ ولم لا؟ أخوك همام مثله، وها أنا قد ارتبطت به وحياتي معه لا يشوبها شيء. ربما كان هذا يصح على الحياة بعد الزواج. وإذا كانت الحياة قبل الزواج يجب أن تشتمل على شيء من اللهو، فسالم هو الذي يلائم الفتيات اللاهيات، وأنا لست واحدة منهن. ها هو أخوك. كا
كيف حالك يا أم شيبان؟ أرأيتي؟ ها هو يناديني أم شيبان ولم يعد يقول ضباع. كبر يا أم شيبان، كبر وعقل، ليته يعرف كيف يكبر. كلما عدت من السفر وجدته أصغر، متى ستكبر يا رجل؟ سالم يكبر ويعقل؟ إنك تتحدث عن المعجزات يا امرأ القيس. لم أكن أعرف أن رأيك بي قاس إلى هذا الحد. قاس؟ ليس ما أقوله إلا واقع الحال. على أي حال، هذا الأمر لا يعنيني كثيرا، فأنا لا يهمني أن أكون عاقلا ولا أن أحسن سمعتي. ما الذي يعنيك إذن؟ أن لا تكون الجليلة قاسية في حكمها عليه. لست هشاً إلى درجة أن نخشى عليك من رأيها. هذا هو الخطأ الذي تقع فيه دائماً يا امرأ القيس، إياك أن تستهين برأي أي امرأة. لا أرى أنك مهتم برأي زوجاتك فيك. وهل تظل الزوجة معدودة بين النساء؟ كان في كلامك ما يشجع البنات على الزواج من أمثالك. سالم، أصحيح أن زوجتك قد وضعت بنتاً؟ صحيح، وسميتها ليلى. توقعت أن يغضبك هذا. يغضبني؟ لماذا؟ لأن أمثالك من المتراكضين وراء النساء، يسوءهم أن يأتيهم بنات. هذا ينطبق على الذين لا يستطيعون إعالة بناتهم أو حمايتهن. أنا قادر على الاثنتين، فلما يزعجني مجيء البنت. هيا بنا يا أبا ليلى. هيا بنا. لن يتغير سالم في حياته. هذا ما كنت أقوله، لكنه عذب الحديث، لا تنكري ذلك. وهذا ما يمتع النساء بصحبته. تعرفين، قبل أن ألتقي بهمام وأتزوج منه، كنت أحلم دائماً أن أتزوج من يشبه أحد أخوي، وائل أو سالم. سالم؟ تستغربين؟ هذا النوع يعجبك للتسلية، لكنك لا تستطيعين أن تثقي به. ربما كان يستهوينا نحن النساء الرجل الذي لا يثق به. الرجل الذي تثقين به يوحي لك بالبلادة. وربما كان الرجل المحب للنساء ظريفا، ولكن ليس إلى درجة التعرض لفتاة أخيه. تقصدين أنه يتعرض لك أنت؟ أين ومتى؟ الآن هنا أمامك. وقفته هذه معنا؟ كأنك لا تفهمين الرجال يا صديقتي، المسألة واضحة كعين الشمس. أحسنت يا شيبون. ما بك يا شيبان؟ لا شيء يا خال. كأنك لم تنم الليل. وهو كذلك، كان يسهر مع خالي سالم. أتريد شيئاً يا جحدر؟ لا شيء، ولكن الملل يقتلني. أنتم تتدربون هنا والآخرون في الصيد لا يرضون أن يأخذوني معهم. حتى في الصيد هناك سادة وأتباع. ليس هذا وقتك يا جحدر. معك حق، ليس هذا وقتي. أنا الذي لا وقت له أبداً. أنا لا عز لي ولا مال لي ولا جاه لي، حتى إنه لا وقت لي. قد يكون هناك وقت لجساس. هذا فارس لا يحتاج إلى تدريب ولا يحتاج إلى درع. ليس هناك من لا يحتاج إلى تدريب وإلى درع. وأنت أيضاً؟ طبعاً. ألهذا لا تتصدى للبيد؟ ماذا تقول؟ لا شيء، لا شيء، ولكن جساساً يقول إنه لو كان مكانك لما سمح للبيد أن يأخذ أخته، حتى لو أنها كانت زوجته، ولو أرسل جيشاً خلفها لما لبى طلبه. أليس لأنه أنهى تدريبه يقول ذلك؟
لي عتب عليك. علي أنا؟ ما كان يليق بك أن تنزل عن جوادك لمحادثتهما. حين تحادث امرأة يا عزيزي عليك أن تتخلى عن طقوسك كلها. انزل عن جوادك أو عن عرشك إن كنت جالسا على عرش، بهذا وحده تكسب المرأة. هذا إذا كنت تريد منها شيئا. حتى ولو كنت لا تريد منها شيئا، ولكنك بهذا تهدر قيمتك أمام المرأة دون مبرر. ضباع أختي. لا تقل لي إنك قد وقفت لتحادث أختك. وهل هناك ما يمنع من الوقوف من أجل فتاة جميلة كالجليلة؟ ولكنني أعرف أنها تحب وائل وأنهما سيتزوجان. صحيح. ما لك ولها إذن؟ ما لي ولها؟ هل ترى أنها جميلة؟ هل ستتنافس مع أخيك عليها؟ بالطبع لا يمكن أن يخطر لي أمر كهذا. أفهمني إذن. ليس في الأمر ما يصعب على الفهم. فتاة جميلة وكفى. هل الوقوف مع فتاة جميلة مسألة مريحة حتى لو لم تكن تأمل منها شيئا؟ حتى أختك تفضل أن تكون جميلة بدل أن تكون دميمة وقبيحة. أما كان من الممكن أن تعشق الجليلة؟ الجليلة؟ لا، هذه امرأة جميلة ومهيبة إلى درجة تخاف معها أن تحبها. إنها امرأة لا تنال، أو يجب أن لا تنال. تحس أنك لا تستحقها، ولا يوجد من يستحقها. ولكن كل امرأة سيستحقها رجل في النهاية. الجليلة امرأة تتسلل من بين الأصابع كالماء. هذه المرأة تحتاج إلى رجل له أصابع البط حتى لا يتسلل منها شيء. هذه المرأة يجب أن يستحقها رجلا لا كالرجال. وائل؟ وائل طبعا. وائل يا صاحبي أكبر من أن تحيط به امرأة. ولكنك حين ترى الجليلة تقول لنفسك حرام أن تكون إلا لرجل مثله. حيرتني والله، لم أفهم. هل أنت تعشق الجليلة أم تعشق وائل؟ أعشق الاثنين معا. أعشق أن يكونا معا. تذكرني بشيء مما لدى الهنود. تصور أن الهندي لا يعرف وجه زوجة أخيه، يقدسها كالأم تماما، ولكنه بعد موت أخيه قد يتزوجها كي لا تحرق نفسها مع الأخ المتوفي. دعك من هذا الكلام الآن، وهي بنا إلى السباق. لم تستطع أن تسبق الحارث بن عواد، فتريد أن تسبقني. كيف حال الشباب؟ عظيم، ليتك تتدرب معنا يا عم. ومن سيدربني؟ وائل، ألا يعجبك أن أدربك؟ ربما كان يعجبني أن أبارزك. هذا كلام يدل على أنك بحاجة إلى التدريب، لأنه يدل على أنك ولد. ولد؟ وما المانع؟ أنا ولد، يعجبني ذلك. لا أريد أن أكون كهلاً، وإذا كنت أريد أن أتدرب أذهب إلى صهرك لبيد بن عنبسة، على الأقل لديه جيش نظامي. هذا ما أنصحك به. احكي لنا كيف يعيش صهرك. لا أعرف. ألم يحدثك كيف يعيش؟ ألم تحدثك الزهراء أختك؟ لم تحدثني يا جساس، ولم يحدثني صهر. يبدو أن أحاديثك مع صهرك ليست كثيرة. هو ذاك. كنت أتصور أن تتقربوا منه كي يحسن معاملتكم. نحن لا نصاهر لكي نتقرب أو ننال الرضا، بل نصاهر من يعتز بنا. عامل الملوك ملك. لا يا ابن أختي، من لم يكن ملكا في نفسه لا يصير برضا ملك عنه أو بمصاهرته لملك. سنرى أية هدايا جلبتها امرأة أخينا من عند أهلها.
لو عرفت ظروفهم لحمدت الآلهة على أن أهلها لم يأتوا لكي يأكلوا عندنا. أبلغت بهم الطائقة هذا الحد؟ لا أستبعد أن تأتيني وفودهم قريبا لتطلب إمهالهم في الجزية، ولكن الأمر ليس بيدي كما تعرف. الجزية للملك، ولكنها فرصة لكي يخفف من غلواء تبجحهم وغطرستهم. تذكر أن هذا هو ما أسعى إليه. تعلم مني هذا الدرس لكي تذل الناس الذين هم حولك. تحتاج إلى قوتين، قوة ترهبهم وقوة تفقرهم، هو القوتان متوفرتان لدي في التعامل مع التغلبيين وبني ربيعة بالذات. هل تعرف لماذا ذهبت الزهراء لزيارة أهلها؟ هي نفسها لا تعرف. قلت لها اذهبي فذهبت، وحين عن لي أرسلت في طلبها. أريدهم أن يفهموا أنني أستطيع أن أرسلها متى أشاء وأن أردها متى أشاء، وأن بني تغلب لا يستطيعون أن يسألوني عن الأمر. هذه جارية أخذتها منهم، وإن شاءوا هم أن يروها سيدة محترمة فليفرضوا علي ذلك إن استطاعوا. يعجبني فيك أنك إذا وضعت أمرا في بالك فإنك لا تكل عن السعي لتحقيقه. مثل الصيد، حين ترى الطريدة يجب أن يعني هذا أنك قد نلت منها، وإلا لماذا تخرج إلى الصيد؟ عيب أن تفلت منك طريدة بعد أن تراها. ولكنك تبالغ في هذا الأمر، إذ ليس من الضروري أن تطارد الطريدة على الجواد حتى إدراكها. لما تأخذ سهامك معك إذن؟ لا تسأل هكذا، بل اسأل لما اسمها طريدة. هي طريدة لأننا نطاردها. جاءت. كيف حال زوجتنا؟ مشتاقة وعاتبة. هكذا ترسل في طلبي وكأنني واحد من جنودك؟ حتى إنهم لم يسمحوا لي بالاستراحة طوال الطريق، لماذا؟ الشوق يا عزيزتي، الشوق. ادخلي الآن وارتاحي، سنتحدث في هذا فيما بعد. يا سعد، نرتاح هنا. ولكنك قلت إننا لسنا بعيدين عن مضارب أنسبائك. نخيم هنا ونرسل من يستطلع لنا، حتى لو كنا قريبين فالأفضل ألا نصل إليهم ونحن متعبون، لكي نعرف كيف نسلم على القوم ونحادثهم. يا هذا، أوقفهم وقل لهم سنخيم هنا، وأرسل من يستطلع لنا مضارب بني وائل. هل أخذ سراب؟ قبحت، ألم تجد إلا ناقة سراب تركبها؟ خذ أي جمل أو حصان واذهب، هيا. الدواب كلها متعبة، فليأخذها، هي وحدها القادرة على المشي بعد هذا العناء. لا يا سعد، لسنا في عجلة من أمرنا، فليذهب وليرجع متى استطاع، سنكون قد ارتحنا، لما العجلة؟ آه يا بنت منقذ، شراكتي معك في هذه التجارة ترهقني. ولماذا ترهقك؟ يطمئنني أن نصل إلى مضارب أنسبائك، ولكنني في الوقت ذاته أخاف أن نصل إليهم. بما أنهم أقوياء إلى هذه الدرجة، كيف نحمي هذه التجارة منهم إن طمعوا بنا؟ يا سعد، إنني امرأة أجوب هذه القفار منذ سنوات ولم أخف. أتعرف لماذا؟ لأن البكريين والتغليبيين سندي في الملمات. ولكن المحل الذي نحن فيه قد يحرك الأطماع ويفرغ من اللصوص ما لا يخطر على بال. إلا إذا كنت في حمى قوم كأنسبائي. أتعرف أن ابن أختي عمرو ولقبه جساس لا يعرفه الناس إلا جساس حامي الجار ومانع الذمار. هو وإخوته وحدهم 10 فرسان. أنت منذ الآن في حماهم يا سعد. أنزل الحمولة يا ولدي. آه
تستطيع أن تنام وأنت مطمئن. المهم أن نصل إليهم قبل أن يسبقنا سعدك. هؤلاء القوم لا يفهمون في التجارة، وهذا العام سيبيعون الجلود رخيصة بسبب المحل. وهذا اللعين سعدل يأخذ بضاعتهم بأبخس الأثمان. ألسنا أحق بها منه؟ من أنتم؟